الكودو الأكبر أو الكودو الكبير هو من أكبر أنواع الظباء وشكله الخارجي وشكل قرونه بتوحي كأنه حيوان من حيوانات أفلام الأنمي أو كأنه خارج من فيلم أفاتار، وهو من ظباء الغابات اللي بيعيش في مساحة واسعة من الأرض في شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا، إلا أن المجموعات اللي بيعيش فيها بتبقى أعدادها قليلة بالنسبة للمساحة الواسعة المتواجد فيها. والكودو الأكبر جسمه ضيق بأرجل طويلة ولونه بين البني والرمادي المزرق إلى البني المحمر، مع وجود خطوط بيضاء عمودية على طول الجسم من الأكتاف حتى الأرداف، وعددهم من 4 خطوط 12 خط، مع وجود خط أبيض بين العينين وثلاث نقاط بيضاء أسفل العين على طول الخد. ولون الرأس بيكون أدكن من لون الجسم، وأذانه كبيرة شبه مستديرة ولونها مشرقب باللون الوردي. وذكور الكودو أكبر كثيرا في الحجم من الإناث، والذكور لهم لحى تمتد من الذقن حتى الرقبة وقرون كبيرة حلزونية ملتفة إلى لفتين ونصف إلى 3 لفات، في بعض الأحيان بطول يصل إلى 120 سنتي وبطول أقصى 187 سنتي. وتبدأ قرون الذكور بالنمو من عمر 6 إلى 12 شهر، وأول دوران حلزوني للقرون يبدأ من عمر 2، وتكتمل دورانات القرون بعمر 6 سنوات. ومتوسط وزن الذكور من 190 إلى 270 كيلوغرام، وبحد أقصى 315 كيلوغرام. وارتفاع الذكر حتى الكتفين يصل إلى 160 سنتي، ووزن الإناث من 120 ل 210 كيلوغرام، وارتفاع الإناث يصل ل 100 سنتي حتى الكتف. والإناث ليس لها قرون. وأعمار الكودو في البرية يصل ل 10 أعوام، وفي الأسد قد يصل ل 23 عام. ويوجد 3 سلالات للكودو الأكبر، تم تقسيمهم على حسب اللون وخطوط الجسم وطول القرون والاختلافات الجينية. وهذا النوع يفضل العيش في الغابات والأدغال والتلال والجبال والحقول المهجورة والسهول الكثيفة الغطاء النباتي، ويتجنبون السهول والأراضي المفتوحة حتى لا يصبحون أهدافا للمفترسات. والكودو الأكبر لا يخرج من الغابات إلى الأراضي المفتوحة إلا ليلا، وينشط في الصباح الباكر وبعد الظهيرة، ويتوقف نشاطه خلال النهار، ويتغذى على الأعشاب والنباتات وأوراق الشجيرات وأوراق الأشجار والجذور والدرنات، ويحصلون على المياه من جذور النباتات والثمار التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل. أما التكاثر فيعيش ذكور الكودو في مجموعات صغيرة أو منعزلين، ولا ينضمون إلى قطعان الإناث إلا في موسم التكاثر. وقطعان الكودو تتكون من الإناث ونسلهن، وتكون القطيع من 6 إلى 10 رؤوس وقد يصل ل20 رأس. وموسم التكاثر يبدأ بعد انتهاء موسم الأمطار، وفي جنوب أفريقيا يبدأ من إبريل وحتى مايو. وخلال موسم التكاثر تقوم الذكور بفرض الهيمنة، وعادة ما يتم ذلك بين الذكور سلميا، بأن يقوم أحد الذكور بعرض جانبي أمام الذكر الآخر، بأن يقف بجانبه أمام الذكر الآخر ويحاول أن يظهر مدى ضخامة جسده وكبر حجمه قدر الإمكان، أو أن تقوم الذكور بالتقاتل والتعارف والتناطح، ولا ينتهي العراك متى بدأ إلا بفوز أحد الذكور. وفي أحيان قليلة يتعادل الذكران وينتهي العراك بتراجع إلى الذكرين، واقف الذكر المهيمن في مواجهة الأنثى وينخرط في مشاكسة وملاطفة بالرقاب، ثم تتحرك الأنثى ويتبعها الذكر مصدرا أصواتا بنبرات منخفضة حتى تسمح له الأنثى أخيرا بالتزاوج. ويستغرق حمل الأنثى من 8 إلى 9 أشهر، والولادات تتم عادة خلال موسم الأمطار من فبراير وحتى مارس، عندما يصبح العشب والسافانا في أقصى نمو لها. وعندما يقترب موعد ولادة الأنثى كالعادة، فإنها تترك مجموعتها وتتجه لمنطقة كثيفة العشب فتلد عجلا، وقليلا ما تلد عجلين في الحمل الواحد. وتخفي الأنثى صغيرها بين الأشجار والشجيرات مدة من 3 إلى 5 أسابيع، ثم تنضم الأنثى وصغيرها مرة أخرى للقطيع، ويظل العجل ملازما أمه لمدة من 3 إلى 4 شهور، ويستقل عنها عندما يبلغ 6 أشهر. وإناث الكودو حنونة، وعلى عكس أغلب أنواع الظباء فإنها قد تقوم بتبني عجل آخر أو إرضاع أحد العجول الأخرى من غير ذريتها. ويصل للذكور للنضج الجنسي من عمر 21 إلى 24 شهر، وتصل الإناث للنضج الجنسي من عمر 15 إلى 21 شهر.
أما المفترسات في البرية فهم كالعادة الأسود والضباع والكلاب البرية، حيث أن هذه المفترسات عادة ما تصيد فرائصها في جماعات، أما الفهود والنمور فتستطيع افتراس إناث وعجول الكودو، كما أن التماسيح تستطيع افتراس الكودو عندما يقتربون من مجاري الأنهار. أما الكودو الأكبر فهو يظل مختبئا بين الأشجار معتمدا على ثرائه المموه عندما يشعر باقتراب أحد المفترسات، وإذا تعرض للخطر أو الهجوم فإنه يقوم بالهرب بالجري والركض، ويستطيع القفز لارتفاع قد يصل لثمان أقدام. أما علاقة الكودو بالبشر فبالرغم من أن البشر سببا رئيسيا في تقليص أراضي الكودو بقطع أشجار الغابات من أجل الأخشاب وصناعة الفحم واستصلاح أراضيها، إلا أن قيام البشر بإدخال نظم الري وحفر الآبار في السهول والأراضي الصحراوية ساعد الكودو على الدخول إلى أراضي جديدة بالنسبة له لم يتواجد فيها من قبل. ولا يخفى على أحد أن الكودو مطمع للصيادين للحصول على لحوم الكودو والقرون، والتي لها شهرة زائعة الصيت باستخدام قرون الكودو في صنع الشوفاز، تبوق طقسي في احتفالات اليهود برأس السنة العبرية بالنفخ في قرن الكودو، واستخدام تلك القرون من قبل السكان المحليين كوعاء للعسل وكأدوات موسيقية. وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها الكودو وانخفاض أعدادهم في البرية، إلا أن أعداده تزدهر في المحميات البرية والحدائق الوطنية والمتنزهات وحدائق الحيوان والمزارع. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، وإذا أعجبكم اضغطوا على زر الإعجاب والمشاركة في القناة وتفعيل زر الجرس، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة صندوق الوصف. دمتم بود.